الأستاذ عبد الرحمن بوفاس، أشكرك جزيل الشكر على كذلك الملاحظات النوعية التي قدمها، والتي أكيد يعني طالب حوش كريم قد استفاد منها وسجلها. الشكر مرة أخرى، أشكركم جميعا على كل حال لأنكم خففتم علي العبء حتى لا أتكلم كثيرا. يعني أنا أشكركم يعني تقريبا كثير، يعني 60% من الملاحظات المشتركة، ووافق جميع السادة الأساتذة على كل هذه الملاحظات لأنها تصويب العمل وتصحيحه ووضعه في المكتبة سيصبح يعني بحلة أخرى. تفكر كما كان يقولوا أن العمل تاع هذا سيكون يعني منارة وموجه للطلبة اللاحقين اللي بعد ما نغلطهمش أخطاء هذه، خصوصا بالجانب الإحصائي الجانب المنهجي عموما. على كل حال تتحمل نوع من المسؤولية على الطلبة اللي جايين من بعد، يقول لك أنا اشتغلت أطروح حتى دكتوراه خصوصا الليسانس والماستر، والجامعة كان راهي جامعة فتية. هذا وين بسم الله الأطروحات ستوضع في المكتبات، وبالتالي احنا غادي ندفعهم باش يروحوا مباشرة للأطروحات الجامعية. فتصحيح المذكرة وأخذ جميع الملاحظات وتصويبات الأساتذة فهو جد مهم. على كل حال فيه بعض النقاط يعني معليش